فيلم سيول ستيشن. فيروس بيحول البشر لزومبي انتشر ما بين الناس في مدينة واحدة وحولهم كلهم لزومبي. بيبدأ فيلمنا في اليابان في مدينة اسمها سيول. بنشوف راجل عجوز متعض في رقبته وبينزف، بنشوف شاب رايح عشان يساعده لكنه شم ريحته وقرف منه فبعد عنه، وبنعرف ان الراجل ده متشرد وعايش في الشارع، وبيروح الراجل يقعد جنب اصحابه المتشردين وبيتعب جدا الراجل وبيقع على الارض ومحدش بيهتم بيه. فبعد شويه بيعدي واحد صاحبه متشرد من جنبه ولاحظه انه بيموت وبيطلع في انفاسه الاخيره، وشاف كمان الراجل ده ان الراجل العجوز متصفر رقبته حاجه عضاه، فعلى طول بيروح مستوصف وطلب من العامله اللي هناك تشوف له سرير لانه صاحبه هيموت. وعرفته العامله ان السراير كلها عليها ناس ومفيش ولا سرير فاضي، فعرفها ان صاحبه متصاب وبينزف من رقبته، فخدته العامله وقالت له انها هتخلي الناس اللي خفت من المستشفى يمشوا. وفعلا قالت لواحد من الناس دي انه يمشي لان في مريض غيره جاي وهو يعتبر خف، وباين كده ان الناس اللي في المستوصف ده ونايمين كلهم متشردين ومش عندهم بيوت وعشان كده قاعدين هنا. بعد ما راحت العامله تجيب شويه حاجات عشان تجهز السرير، اصحاب الراجل اللي هيطرد ده قاموا، والراجل كان وسطهم وضربوا المتشرد وخلوه يمشي. فبيمشي الراجل المتشرد وبيروح الصيدليه يشتري مسكن للالم، وبيرجع لصاحبه اللي بيطلع في الروح، ولما وصل عنده للاسف لقى انه مش بيطلع اي نفس، وشاف نبض قلبه وللاسف لقى كمان وقف وتاكد انه مات. فطلع يجري بسرعه وراح عند اوضه رجاله امن المترو اللي هم فيه وعرفهم الراجل ان صاحبه مات. فبيقوم بتوع الامن عشان يشوفوا اللي حصل معاه، ولما راحوا معاه للمكان اللي الراجل مات فيه ما لقوش حد، وكان المتشرد ده في حاله صدمه لانه متاكد انه ساب الراجل ميت هنا. فبيزعقوا في رجاله الامن وبيمشوا. فبيمشي الراجل المتشرد ده وهو مصدوم من اللي حصل ده، وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لحاره وبيلاقي صاحبه اللي لسه شايفينه ميت بياكل جسم واحده، وبنفهم ان العضه اللي كانت في رقبته حولته لزومبي. فجاه الراجل اللي متحول لزومبي بياخد باله من صاحبه فبيهجم عليه وبياكله هو كمان. بنروح لبنت بتصحى من النوم اسمها سون وبتنادي على اخوها ومش بتلاقيه في البيت، فبتضطر انها تقوم وتدور عليه ناحيه كافيه النت اللي بيقعد فيه. واول ما نزلت من البيت لقت صاحبه الشقه اللي ساكنين فيها موجوده وهزقتها لانهم مش بيدفعوا الايجار، وعرفتها انهم لو ما جابوش الايجار هتطردهم. بعد كده بتروح سون لحد الكافيه وفعلا بتلاقي اخوها وونغ موجود، لكنها بتتصدم لما بتلاقيه بينزل صورتها وهي نايمه على مواقع الدعاره. بتزعق سون في اخوها على اللي بيعمله ده ومشيت وهي متعصبه، فبيقوم على طول وونغ عشان يلحقها وبيفضل وراها لحد ما بيتكلموا مع بعض، وبيقول لها وونغ انه بيعمل كده عشان يقدروا يدفعوا فلوس الايجار وانها ممكن تسرق فلوس الزباين اللي هيجوا وتهرب. لكن سون شتمته وقالت له انها مش هتعمل الحاجه دي نهائي، فبيزعق لها وونغ وبيفكرها بماضيها وبيطلع انها مش اخته فعلا. سون طلعت انها هربانه من بيت اهلها وونغ لقاها وقرروا انهم يتصاحبوا ويعيشوا مع بعض، فعرفته برضو انها مش موافقه. فتعصب وونغ وقال لها ان علاقتهم ببعض كاخوات او اي حاجه ما بينهم انتهت وما ترجعش تكلموا تاني. سون قررت انها تقعد مع المتشردين اللي في مترو المدينه، وفضلت تتمشى في محطه المترو وفجاه لقيت مجموعه كبيره من الناس طالعه تجري. فجاه بتلاقي واحد بينط على واحد تاني وبيعض فيه وبياكله، وبتشوف كمان مجموعه كبيره من الناس اللي بقهم عليه دم بيجروا عليها هي وباقي الناس. سون بتطلع تجري بسرعه مع الناس اللي بيجروا، بنشوف عدد كبير جدا من الناس بيجروا وراهم ودول كلهم اتحولوا لزومبي، والمرض بدا ينتشر. بيحصل مطارده طويله ما بين الزومبي والبشر، وكانت سون هتتمسك من الزومبي لكنها اتكعبلت ووقعت بالغلط، فوقع وراها الزومبي برضو. استغلت سون الفرصه وقامت كملت هروب. بيوصل كل المتشردين اللي كانوا بيهربوا ومعاهم سون لقسم الشرطه، وبيقولوا للشرطه على الزومبي لكن مفيش حد منهم بيصدقهم، والشرطه فكروهم انهم كانوا بيتخانقوا مع بعض مش اكتر. لكن فجاه الزومبي هجموا على قسم الشرطه وخلصوا على الضابط، والتاني اتعض عضه في كتفه لكنه قدر يبعد الزومبي عن الكل وخد الضابط المتشردين لزنزانه وبيقفل عليهم. كان الضابط مفكر ان كل اللي حصل ده بسبب المتشردين وبيطلب الدعم باقصى سرعه. بتبص سون على الضابط وبتلاقيه اتعض وبتفهم انه هيتحول هو كمان، فقربت سون من الضابط عشان تاخد مسدسه، لكن الضابط رفع المسدس عليهم كلهم وبيقول لهم محدش يقرب او هيخلص عليهم. الضابط كان تعبان جدا من مكان العضه، ونفس الاعراض اللي حصلت مع المتشرد بتحصل معاه. فجاه بيلاقوا الضابط اللي الزومبي عضه صحي، وكان الضابط اللي في الزنزانه مفكر صاحبه ما فيهوش حاجه وفضل ينادي عليه. فجاه الضابط اللي اتحول بيجري عليه وبيحاول يهاجمهم زي باقي الزومبي. بنشوف راجل عجوز اسمه كيم معاهم في الزنزانه برضه. كيم حاول يقرب من غير ما الضابط يلاحظه وياخد المسدس، لكن الضابط شافه وهدده انه هيضرب عليه نار. لكن فجاه الضابط اللي اتحول لزومبي مسكه سحبه بره الزنزانه وحاول يعضه تاني، لكن الضابط فضل يضرب عليه نار لحد ما بيقدر يضربه برصاصه في دماغه. فعلى طول كيم بيضرب الضابط ضرب عنيف جدا لحد ما بيخلص عليه، وبيلاقي ان سون خدت المسدس فخده منها ومش بيلاقي في المسدس غير اخر طلقتين. فجاه الضابط اللي مات بيتحول وبيصحى، بينط الضابط على واحد من اللي في الزنزانه وبيعضه.
فبيضربه كيم بالمسدس وبيخلص على الضابط، وبيقع الراجل اللي اتحول على الارض. كان في الوقت ده وصل الدعم اللي الضابط طلبه واتصدموا بالزومبي. الزومبي سابوا باب الزنزانه وراحوا يهاجموا الضباط، فاستغل كيم وسون فرصه انهم يهربوا، وفعلا بيفتحوا باب الزنزانه وبيهربوا من الباب الخلفي للقسم. واول ما خرجوا للشارع لقيوا الاسعاف موجوده مستنيين اي حد مصاب، فركب كيم وسون معاهم وكانوا منهارين جدا. بنرجع لونغ اللي اتصل عليه زبون، وراح ونغ يقابله عشان يتفقوا على ميعاد تيجي له سون فيه، لكن طلع ان الزبون ده والد سون اصلا وعرف رقمه من الاعلان اللي على الموقع. وكي والد سون هدده انه لو ما جابلوش بنته هيخلص عليه، واضطر ونغ يركب معاه عربيته عشان ما يأذوهوش. وقال له ونغ ان بنته اكيد رجعت للبيت اللي عايشين فيه، وخدوا وراحوا لهناك وطلعوا للشقه اللي ساكنين فيها. وفضل كي واقف على الباب ومرضاش يدخل، ما لقيوش سون في البيت، وطلب ونغ من كي يستناها لحد ما ترجع. لكن فجأة كي بيلاقي واحد بيخرج من باب الشقة اللي جنبه وبيطلب منه المساعدة، ومرة واحدة بيلاقي صاحبة العمارة خارجة من عنده وبتاكل الراجل، وبيطلع إنها اتحولت، وبتبص الست على كي، فبيدخل بسرعة كي للشقة وبيقفل الباب. وكانت الست بتحاول تكسر الباب، طلب الوالد من ونغ يشوف له سلاح بسرعة، لكن ونغ قال له إنه مفيش. فرح ونغ يفتح الباب ويشوف مين بيكسر فيه، وقدرت الزومبي إنها تدخل للبيت وحاولت تعض ونغ، لكن ضربها كي وقدر ينقذ ونغ منها. خلص كي على الست، لكن فجأة لقيوا الراجل اللي اتعض اتحول هو كمان. الراجل كان هيهجم عليهم لكن بيضربوا كي في وشه. كي وونغ طلعوا يجروا للحمام وقفلوا الباب عليهم. بيلاقي كي شباك الحمام وبيقرروا انهم يهربوا منه. بيقدر كي انه يطلع على سطح البيت من المواسير، بيقول له وونغ هو كمان يطلع. وونغ كان خايف يطلع، لكن فجأة لقى باب الحمام اتكسر، فنط بسرعة على المواسير وطلع عند كي. وبيبصوا على الشوارع اللي حواليهم بيلاقوا الزومبي في كل مكان. وونغ بيتصل على سون لكن مش بيترد. قال كي لونغ انه يشغل انتباه الزومبي لحد ما يروح هو لعربيته، واضطر وونغ يعمل الخطة برضه. ونزل وونغ على المواسير للشوارع الجانبية، لكن بالغلط اتخبط في واحد والراجل ده زعق فيه، وده اللي خلى الزومبي ياخدوا بالهم منهم. فطلع بسرعة يجري وونغ، وفي جزء من الزومبي بيهجموا على الراجل والجزء التاني بيجروا ورا وونغ. بنشوف ان كي قدر يوصل للعربية، لكن هجم عليه واحد من الزومبي وحاول يعضه، لكن قدر كي يهرب بالعربية منه. ووصل كي عند وونغ ولحقه قبل ما الزومبي ياكلوه. فجأة بيجي مكالمة لونغ من سون. سون عرفته مكانها وإنها رايحة مع الإسعاف للمستشفى. عرفها وونغ إنه جاي لها هو وأبوها. اتصدمت لما سمعت إن أبوها موجود، فقفلت سون معاهم واتكلم الممرض معاهم. الممرض قال لهم إنه مش عارف اللي بيحصل للمدينة، ولكن في ناس كتيرة جدا اتعضت، وإنهم دلوقتي في غرفة الطوارئ في المستشفى. والاتنين اتصدموا لما عرفوا إن في ناس معدودة في المستشفى، لأنهم عارفين إنهم هيتحولوا. وعلى طول طلب كيب منهم يوقفوا العربية وينزلوهم، لكن محدش وافق من الممرضين. فبيروح كيم عند السواق وبيحاول يخليه يوقف العربية، لكن السواق مش بيعرف يتحكم في الدريكسيون كويس والعربية بتتقلب. وسون وكيم خرجوا وهم سلام زي ما هم، قرروا انهم يتحركوا في انفاق المترو بدل الشوارع. ولما حاولت سون تكلم ونغ عشان توقفه وما يروحش المستشفى، لقيت الموبايل ما فيهوش شبكة. في الوقت ده وصل ونغ وكي للمستشفى، وقرر كي يدخل لوحده المستشفى وقال لونغ يستناه. كي دخل المستشفى وراح أوضة الطوارئ، واتصدم كي لما لقى كل الناس متحولين لزومبي. بنشوف زومبي بيجي من وراه وبيهاجمه، لكن بيدافع كي عن نفسه. في الوقت ده مع وونغ كان في زومبي بيهاجم عليه، لكن حزام العربية وقف الزومبي وخلاه ما يعرفش يوصل لونغ. وفجأة الزومبي اتضرب من كي وخد كي العربية وهربوا. حاول وونغ يتصل على سون بس ما لقاش عندها شبكة. عند سون وكيم قدروا انهم يوصلوا لمحطة مختلفة عن اللي كانوا فيها، ولقيوا الناس كلهم متحولين لزومبي كمان، والزومبي خدوا بالهم منهم وحاولوا يهجموا عليهم، لكنهم كانوا ورا ازاز. اتحرك كيم وسون وكملوا طريقهم لحد ما قدروا يوصلوا لمخرج المترو وطلعوا للشارع. فبتتصل سون بونغ بسرعة وعرفته مكانها. فجأة بتلاقي اتنين زومبي قدامهم وجايين عليهم، فبتجري هي وكيم بسرعة، لكنهم لقيوا قدامهم فجأة زومبي تاني وتحصروا من كل اتجاه. ولحقهم الناجيين اللي قدروا يعملوا حصن يحميهم من الزومبي، فبيجري كيم وسون عليهم وبيستخبوا معاهم، ولقيوا عدد كبير جدا من الناجيين، ولكن الطريق قدامهم الجيش قفلوا بالاتوبيسات ومش عايزين يعدوا حد نهائي، لأنهم عاملين حجر صحي ومش عايزين المرض ينتشر بره المدينه. واي حد بيطلع فوق الاتوبيسات بيرشوه بالميه لحد ما بيقع. بنشوف ان في حراس على الحصن اللي دخل منه كيم وسون بيضربوا في الزومبي، وبيفضل الزومبي يجوا والحراس يضربوا فيهم. كيم مرضاش انه يفضل في المكان ده وكان عايز ينقذ نفسه، وعرفهم انه هيطلع واللي يحصل يحصل، والناس حذرته لكنه ما اهتمش. طلع كيم على الاتوبيس ولما بص قدامه اتصدم، وبنشوف الجيش بيضربوا برصاصه بتخلص عليه وبيقع قدام كل الناس وهو ميت. بتحزن سون جدا على كيم وبتبكي. بنشوف الزومبي سمعوا صوت الرصاصة وهجموا كلهم على الحصن وخلصوا على الحراس. الناس بتبدأ يحصل ما بينهم حالة فوضى وبيجروا في كل مكان عشان ينجوا بحياتهم. بنشوف واحد شاف سلك نور وقدامه عمارة يقدر يوصل لها لو مشي على سلك النور، وجاب حاجز وطلع بيه على سلك النور ومشي والزومبي تحته. وكمان بنشوف سون اللي شافته وهو بيعمل كده وعملت زيه،
وقدر الراجل انه يوصل على العمارة، لكن سون كانت هتقع وبنشوف ايد زومبي مسكتها وخلت توازنها يبوظ، فقرر الراجل انه يساعدها ورجع تاني على السلك وقدر انه يظبط توازن سون من تاني. ولما كان جاي عشان يرجع للعمارة فجأة بيلاقي نفسه اتسحب لتحت، وبنشوف الزومبي تلموا عليه وكلوه. استغلت سون الفرصة وهربت بسرعة على العمارة. دخلت سون مبنى العمارة دي ولقيته كله زومبي وطردوها، فطلعت سون تجري بسرعة ناحية السطح وكان الزومبي وراها، وما لقيتش مهرب قدامها غير انها تنط على الحواجز اللي قدامها، وفعلا نطت عليها وفضلت تمشي ببطء عشان ما تقعش. والزومبي كانوا بيحاولوا ينطوا عليها لكنهم كانوا بيقعوا، لكن فجأة في زومبي بينط عليها وبيخليها تقع من على الحواجز، ووقعت سون ولقيت نفسها نزلت في بلكونة شقة. فتحت سون البلكونة ودخلت الشقة واتصلت على ونغو وعرفته مكانها بالظبط، وقفلت معاه وما قدرتش تفضل صاحية، ونامت سون. ولقيت ونغو بيصحيها وعرفها ان الجيش انقذهم من الزومبي، وسألته عن والدها وخدها عشان يوديها عنده، لكن لما بتشوفه سون بتقوله ده مش ابوها، وبنفهم من كي انها سرقت فلوس منه وهربت، وراح كي عشان ياخد سون وياخدها معاه لحد ما ترجع فلوسه. لكن ونغو حاول انه يمنعه فضربه كي ضرب عنيف جدا ووقعه على الارض وفضل يضرب فيه، وبيروح بعد كده كي يضرب سون، فبص ونغو ولقى قدامهم سكينه وقرر انه يخلص على كي، وقام مسك السكينه ولما جه يضربه بيها تفادى كي وضربه تاني وخد منه السكينه وبيطعنه في رقبته بيها وبيخلص عليه. اتصدمت سون لما صاحبها مات قدامها لانها كانت بتعتبره اخوها فعلا، فطلعت تجري سون عشان ما يعملش فيها هي كمان حاجه. فضل كي يجري وراها عشان يلحقها لحد ما وصل لاوضه لقى اثار رجلها ناحيه اوضه دولاب الملابس، وفعلا قدر يوصل لمكانها وقعد يضربها بعنف شديد، وشدها لاوضه نوم وحطها على السرير وخلع كي هدومه وكان عايز يغتصبها. بنشوف سون اللي مش قادره تعمل حاجه لانها تعبت جدا من ضربه، ولما قرب كي منها لقاها مش بتتنفس وشاف نبض قلبها لقى واقف. خاف كي جدا عليها لانه كده مش هيقدر يرجع فلوسه، وفضل يحاول ينعشها ويصحيها لكنها مش بتقوم. بيبص كي على رجل سون ولقاها متخربشه من زومبي وهتتحول، والخربشه دي كانت من الزومبي اللي مسك رجلها عند سلك الكهرباء. وبيبص كي قدامه فجاه لقاها صحيت وهي متحوله وبتنط سون عليه، وبنشوف ضله وهي بتخلص عليه وبيفضل يستغيث ولكن محدش بيكون موجود عشان يلحقه وبيموت على ايديها. بنشوف في الشوارع ان الزومبي لسه موجودين وعددهم زاد بشكل كبير جدا، وحاولت الجنود انهم يخلصوا عليهم لكن الزومبي كانوا كتير جدا وقدروا يخلصوا على الجنود. وفي نهار اليوم التاني بنشوف ان المدينه كلها اتدمرت والزومبي غزوها بشكل كامل. وهنا بنكون وصلنا لنهايه فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا على المشاهده وسلام يا صديقي.